الأكل كان كتير طيب، يسلم إيديكم. صحة وعافية، انبسطنا بزيارتك اليوم. طيب اتركوني هلأ اشرب القهوة أنا وزينب لحالنا، شو رأيك؟ موافقة طبعا. قومي معي. صحتين وعوافي. على قلبك. يلا تعي. فهميني انت شو عم تساوي؟ انا يلي لازم اسألك هالسؤال، شو عم تساوي؟ مو شايف ستك قديشها مبسوطة؟ يعني هدفك انه تبسطي ستي وبس؟ الحبيبة اللي بتناسبك هي اللي عم تشرب قهوة مع ستك جوا، ورح تشكرني على هالشي بعدين. وليش لحتى اتشكرك؟ شو عم تمزحي معي؟ انقذتك من غلط كبير كنت رح تعمله. انت ما بتساوي شي غير انك تتدخلي بحياتي وبس. ايه ماشي، يمكن كون هيك، بس انا وياك منعرف كتير منيح انك ما بتحب قهوة ابدا، وانت جبت اليوم مشان تضايقني وتغيزني وبس، وهالشي واضح. زينب مو هيك، ما انتبهت كيف لما شافت ستك زينب قدامها صارت تحكي عن نقل اسمها إلك؟ معقول تعمل هالشي بس جكارة فيني؟ أكيد أنت جنيت. غرفتك كتير حلوة ومرتبة، بس شباب هالأيام ما عادوا حبوا هالشغلات هاي. ماما كانت تحب الدانتيل كتير. الله يرحمها ويغفر لها بنتي. آمين. بصراحة كنت حابة اشتغل دانتيل بس ما بقدر لأني ما بعرف، ما حدا علمني بنوم. بسيطة، أنا بعلمك بنتي. عم تحكي عن جد؟ ايه أكيد فيني علمك إذا بدك. ايه أكيد بدي. إجا أونور الصبح ولما خبرني بأنه المرأة اللي بيحبها رح تجي وتتعشى معنا الليلة، ما بتعرفي قديش انبسطت. أنت بتعرفي أنه أونور كان متزوج من وحدة تانية من قبل، وللأسف مرته ماتت، ومن هداك اليوم ما عزم أي مرأة غيرك لتجي وتقعد جنبه على طاولة الأكل. طيب وانتي بتحبي الحفيدي أونور؟ انصدم أونور صدمة كبيرة وقت ماتت مرته يلي بيحبها كتير، وبعدها نسي شو يعني حب. بعرف بأنه رح يتردد ويخاف من الحب، وصار عصبي كتير طول الوقت، ما حدا بيعرف من شو، بيضايق بالحكي وبعدها بيندم على كلامه. رح تعلمي كيف يرجع يحب من قلبه مرة تانية، ما هيك؟ حتى أنا ما تخيلت أمي تتجاوز حدودها هيك. شكل متفقة هي وزينب، وأكيد هي لعبة بإيدين أمي، بس شو هي الصفقة؟ بظن أنه أنا بعرف. زينب عم تاخد من أمك لتعطي أبوه. زينب أنت متأكدة لتكوني غلطانة؟ تعرف أنه أنا ما بغلط بهيك قصص وما بقلك إلا الحقيقة، وإذا بدك طلبت منها تسلمه المصاري بإيده مو لحدا تاني. مو معقول، كانت مثالية لدرجة ما بتتصدق. شكلك لقيت حجة لحتى ما تنجذب لها. بلا جنان آهو، هاي البنت مجرد لعبة وعم تحركها أمي بإيدها، عم تلعب علينا. بس طبعاً إذا أنا خليتها رح صير بوضع ما بنحسد عليه. الجو حلو كتير مو هيك؟ ما بيهمني هالشي أبداً. بتفهمك. صاير شي؟ ليش؟ ما بعرف، بس ما نك على بعضك.
متضايق من يلي عم يصير من وراي. ليكي أنا ما بحب أكذب عليكي زينب. ما فهمت عليك. أنسة زينب، سيارتك جاهزة. بس ثانية، جاية فورا. عن جد ما فهمت عليك، ممكن توضح لي لو سمحت؟ ماني عم أقصد شي، كنت عم دردش مو أكتر، بس بظن أنك فهمتيني غلط. على كلين رح توصلك الست قهوة، تصبحي على خير. شوفي، ما فهمت صار شي وقت كنت عم بشرب قهوة؟ هو السيد أونور صعب الحكي معه كتير وصعب التفاهم، ممكن يكون تحدي ببعض الأوقات. بس ما كان في شي وقت العشاء، فجأة تغير مزاجه. يعني مين بيعرف؟ لكي هو بيتعرض لصدمات انتي ما فيكي تفهميها ببساطتك، وبهالحالة بدل ما تحكي معه وتناقشي بالموضوع الأفضل إنك تبعدي. شو رأيك نروح مشان وصلك لعند السيارة؟